ثم قال ابن الأثير: ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها. لما تفرق العسكر الإسلامي عاد التتر إلى همذان، فنزلوا بالقرب منها، فتقدم التتر إليهم وحصروهم، فقصدوهم وقاتلوهم في رجب من سنة 18 و600، سنة 618 هجري، ودخلوا المدينة بالسيف، وقاتلهم الناس في الدروب، فبطل السلاح للزحمة، واقتتلوا بالسكاكين، فقتل من الفريقين ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وقوي التتر على المسلمين فأفنوهم قتلا، ولم يسلم إلا من كان عمل له نفقا يختفي فيه، وبقي القتل في المسلمين عدة أيام، ثم ألقوا النار في البلد فأحرقوه ورحلوا عنه إلى مدينة أردويل. ذكر مسير التتر إلى أذربيجان وملكهم أردويل وغيرها. لما فرغ التتر من همذان ساروا إلى أذربيجان، فوصلوا إلى أردويل فملكوها وقتلوا فيها وأكثروا وخربوا أكثرها، وساروا منها إلى تبريز. فلما قاربه التتر وسمعوا بما أهل البلد عليه من اجتماع الكلمة على قتالهم، وأنهم قد حصنوا المدينة وأصلحوا أسوارها وخندقها، أرسلوا يطلبون منهم مالا وثيابا، فاستقر الأمر بينهم على قدر معلوم من ذلك، فسيروه إليهم فأخذوه، ورحلوا إلى مدينة سراوة فنهبوها وقتلوا كل من فيها، ورحلوا منها إلى بيلقان من بلاد أران، فنهبوا كل ما مروا به من البلاد والقرى، وخربوا وقتلوا من ظفروا به من أهلها. كل هذه الجرائم، كل هذه القبائح، كل هذه المفاسد، كل هذه الإبادات لا يعلم بها ابن تيمية وأئمة ابن تيمية والخليفة في بغداد في سنة 656 هجري وما قبل سنة 656 هجري، من سنة 640 هجري فسرحوا الجيوش والعساكر، لا يعلمون بما حصل للإسلام والمسلمين.